وللحديث عن الاتهامات لرئيس الحكومة محمد السوداني بالتطبيع مع الاحتلال الصهيوني ينضم إلينا عبر سكايب الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل. حياكم الله أستاذ عبد القادر. أهلا وسهلا بكم ومشاهديكم الكرام، ورمضان مبارك عليكم وعلى أبناء الشعب العراقي. اللهم أمين. حياكم الله أستاذ عبد القادر. يعني قمة من أجل الديمقراطية المقامة في واشنطن لم تحظى بالاهتمام الرسمي العربي كما ذكرت شبكة دوتشي فيلا الألمانية، ولكن لماذا أصر رئيس الحكومة محمد السوداني على حضورها رغم مشاركة إسرائيل فيها ممثلة برئيس حكومتها بنيامين نتنياهو؟ حكومة الإطار التنسيقي بإدارة السوداني تسعى إلى كسب ود الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها وفي مقدمتهم إسرائيل، وبالتالي هم يبيعون كل شيء من أجل الوصول أو بقائهم في السلطة، ولا مستغرب عليهم ذلك، لأنه سبق وأن كانت هناك فرق واغتيالات إسرائيلية للعلماء العراقيين في زمن حكومة المالك الأولى في عام 2006 كما ظهرتها وثائق ويكليكس. لذلك حقيقة هم يسعون بكل الأطر لكسب ود الولايات المتحدة الأمريكية لبقاء حكومتهم، وبالتالي هذه الخطوة التي أقدم عليها السوداني، وبالتأكيد هي ليست دعوة ليلة بضحاها، هي دعوة تقدم إلى الدول أو رؤساء الوزراء أو رؤساء الجمهورية قبل فترة معينة وفيها التفاصيل الدقيقة وعن الحضور بالكامل وعن المعتذرين أيضا، ولذلك هي لم تقدم على هذه الخطوة إلا بعد موافقة إيران، ولذلك قبيل أو يوم انعقاد القمة أو الاجتماع كان قاآن موجودا في العراق. لذلك حقيقة إيران تحاول مغازلة الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية من خلال أذرعها في المنطقة، وما ترسيم الحدود اللبنانية وبيع الأراضي والبحار الفلسطينية إلى الكيان الصهيوني والإسرائيلي عن طريق حزب الله إلا شاهد عيان على ما نقوله، بدليل واضح تماما على أنهم يبحثون عن كسب ود الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية بشتى الطرق. إذن زيارة قاآني إلى النجف يعني تضعها في نفس الإطار؟ من المؤكد هذه الزيارة جاءت في ذات اليوم، والمعلوم تماما أنه يراد من خلالها إرسال رسالة على أن إيران تستطيع أن تحرك جميع أدواتها من حتى يكون هناك تنسيقا أو يكون هناك هدنة مع الكيان الإسرائيلي، وبالتالي الولايات المتحدة تخفف أعباء حربها أو اختصاصها أو حصارها على إيران. لذلك إيران تحرك هذه الأدوات، وبالتأكيد هذه الخطوة تمت بموافقة قاآن الملف العراقي وملف الإطار التنسيقي تحديدا عند الحرس الدولي الإيراني تحديدا عند قاآن، وبالتالي بالتأكيد زيارة قاآن إلى العراق كانت في ذات اليوم الذي جرى فيه الاجتماع وحضور السوداني مع رئيس الكيان الصهيوني إسرائيل في ذات الاجتماع، لذلك حقيقة لها دلالاتها، وبالتالي حتى زيارته إلى النجف لها دلالات واضحة تماما على تبرير هذه الخطوات أو إقناع أو عملية شرح هذه الخطوة لربما مرجعية النجف وفاعلين في النجف. وبالتأكيد هو حتى القرار الاستراتيجي الذي يخضع بالقبول والتنازل داخل العراق لصالح الكيان الإسرائيلي أو عمليات التطبيع أو المهادنة لن يكون إلا بقرار النجف الراعي الأول للعملية السياسية. ولكن لماذا زيارات قاآني يعني تأتي هذه الزيارة تأتي غير معلنة؟ وهذا حقيقة ما يزيد فرضية أنها من أجل دفع السوداني لإجراء هكذا محادثات ولقاءات وحضور هكذا اجتماعات بطريقة واضحة تماما، فهو يقف خلف دعمها بكل هذه التصرفات. نعم. ولذلك حقيقة من هنا العتب على القضاء العراقي الحالي، لو كان هناك قانون حقيقيا للآن وجدنا لائحة اتهامات من المدعي العام إلى السوداني بشكل صريح، لأن القانون الذي أجيز مؤخرا وصوت عليه في البرلمان وهو قانون ضد التطبيع كما يدعون هو يدير السودان الآن قانونيا، وبالتالي لا أعلم يعني هذا التواطؤ القانوني وشرعنة المخالفات القانونية من قبل مجلس القضاء أو المحاكم الحكومية في العراق واضح وأنها تكيل بالإتيالين، لأنه المفروض الآن يطبق القانون، هناك قانون شرع وتم التصويت عليه
وبالتالي الآن هو في أدراج المحكمة، وبالتالي بنود هذا القانون تجرم السوداني على الحضور باجتماع بالقرب من رئيس الكيان الصهيوني. نعم، يعني هذا الحضور في ذات السياق، هذا الحضور ضمن فعالية تضم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ألا يعد تطبيعا بنظر أنصار الإطار التنسيقي الذين يعني كما تفضلت أيدوا سابقا قانون تجريم التطبيع؟ هؤلاء حقيقة يرفعون الشعارات على حسب مصالحهم، فتارة هم كانوا يقاتلون مع القوات الأمريكية، ومعركة الفلوجة التي ربما نستشرف في الأيام القادمة انطلاقتها، التي سجلت معلم هام في مقاومة الشعوب ضد أكبر وأعتى الجيوش. هؤلاء قاتلوا جنبا إلى جنب، سواء بدر وغيرها، مع قوات الاحتلال ضد مدن الفلوجة وضد المقاومة، وبالتالي رفعوا بعد حين من الفترة من الزمن شعار المقاومة. ثم هم الآن يصرخون ضد التطبيع، لكنهم بالحضور مع بنيامين نتنياهو، وبهكذا اجتماع وتطبيع، لا يقال عليه سوى أنه تطبيع أو مقدمات التطبيع بشكل واضح تماما، وهي رسالة واضحة تماما أننا نستطيع أن نكون معكم إذا كانت هناك وسائل لدعم حكومة الإطار وبقائها في العراق. لذلك حقيقة هو يعد نوع من أنواع التطبيع بشكل واضح تماما، وهي رسالة مبطنة واضحة صريحة بكل عناوينها إلى الكيان الصهيوني على أن حكومة الإطار التنسيقي مستعدة للتطبيع وفق المصالح المعنية. وكما أسلمت لك في بداية الكلام، يعني حزب الله الذي صدع رؤوسنا بقضية معاداته للكيان الصهيوني هو تنازل عن البحار والممتلكات الفلسطينية للكيان الصهيوني، ولم يتنازل. يعني عندما ترسم الحدود فأنت تعترف بأن هناك دولة. الكارثة هو ليس فقط اعتراف بالدولة، هو تنازل يعني فقط عن 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 ممتلكات ليست لهم، وهي ممتلكات فلسطينية كالغاز والنفط الموجودة في البحار ما بين فلسطين ولبنان. نعم، إذن كنت ضيفي عبر سكايب الكاتب والباحث والمحلل السياسي عبد القادر نايل، شكرا جزيلا لك.